السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ سنة الخامسة ابتدائي وأولياء تلاميذ سنة الخامسة ابتدائي. معكم الأستاذة ياسمين وأبناء الدرس تاعها اليوم راح يكون حول الكسور رقم 2. لاحظتوا باللي رقم 2 لأنه في الفيديو اللي فات علمت لكم الكسور، درنا درس ملخص ورائع حول الكسور اللي كانت الجزء الأول. دونك أبنائي اللي ما شافش الكسور رقم 1 كانت كيما حنا نقولوا انطلاقة ولا البداية اللي تفهموا بها الكسور. اللي ما شافش رقم 1 ما عليه الا يعاود يشوف رقم 1 باش يقدر يشوف الكسور رقم 2، لانه كيما حنا نقولوا الواحد هو تكمله نتاعها هي 2. داكوغ ابنائي، دونك ما عليكم الا تروحوا بلاي ليست تاع سنه خامسه ابتدائي لاهي في القناه وتلقاو العنوان تاعها كسور رقم 1. دونك يلاه ما نطولش عليكم ونبدا ولا نكملوا الدرس تاعنا تاع الكسور الجزء الاول، واليوم راح نشوفوا الجزء 2. دونك ابنائي المره اللي فاتت شفنا كيفاش نسمي كسر، كيف اكتبه بالحروف، كيفاش نعرف نكتب كسر. دونك اليوم راح نديرو حساب على الكسور. دونك ابنائي اليوم راح نطلعوا كيما حنا نقولوا بدرجه ونشوفوا الدرس تاعنا مع بعض. دونك اول شيء ابنائي راح نتعلموه في الكسور رقم 2 هو كيف احصر كسرين بين عددين طبيعيين اللي راهي معمره في تمارين الانشطه وتمارين تاعكم تاع الرياضيات. داكوغ، دونك يلا مع بعض نعلمكم طريقه جد سهله وبسيطه كيف نحصر كسرين بين عددين طبيعيين، او عفوا كيف احصر كسر ولا نفس الشيء بين عددين طبيعيين. دونك يعطيني الاستاذ كسر ويقول لي احصروه بين، لكن ماشي كسر، نحصروه بين عددين طبيعيين. دونك يلا ابنائي لهنا صبت لكم قاعده كيما حنا نقولوا جوهريه اللي تقدروا تحسبوا بها كل شيء. داكوغ، دونك يلا نبداو بالقاعده رقم 1. واش تقول القاعده رقم 1؟ اذا كان البسط اصغر من المقام. ابنائي واش علمت لكم في الكسور رقم 1؟ باللي الفوق نسميه بسط والتحتاني نسميه مقام. دونك شفتوا باللي تولوا شاطرين فيها. اذا كان البسط اصغر من المقام، دونك ابنائي الفوقاني البسط اصغر من المقام، صغير على التحتاني. دونك لهنا واش راكم تلاحظوا؟ 2 اصغر من 5. تري بيان، واش نديرو؟ نحصر مباشرة بين الصفر وواحد. دونك ابنائي ما تكسروا راسكم ما والو، نشوف البسط تاعي اصغر من المقام، تسمى نشوف الفوقاني اصغر من التحتاني، واش نروح ديريكت للحصر تاعي نكتب صفر واثنان. لاحظتوا اسهل شيء. دونك لهنا واش نكتب؟ نكتبوا الصفر والواحد، نحصل الكسر تاعنا ما بين صفر وواحد. تخي بيان، يلا نكتبوها مع بعض. اذا 2 على 5 تكون اكبر من الصفر، وابنائي دوما الصفر نحطه من اليسار وتكون اصغر من الواحد. تخي بيان، داكوغ. دونك دائما نكرر ونعاود، انا حبيت لهنا نكتبها قدامكم هكا باش تشوفوا. اذا كان الفوقاني اصغر من التحتاني، وشنو معناتها الفوقاني اصغر من التحتاني؟ معناتها البسط اصغر من المقام. انا كتبتها لكم بالالوان، ما علي الا ان احصر، تما ما كسرش راسي، احصر الكسر تاعي ما بين الصفر والواحد، والصفر والواحد هو عددين طبيعيين، تسمى راني حصرت الكسر تاعي ما بين عددين طبيعيين. شفتوا شحال سهله؟ اسهل ما يكون. يلا نروح نشوفوا قاعدة رقم 2. واش تقول رقم 2؟ يلا نشوفوا. إذا كان البسط يساوي المقام، دونك أبنائي الأستاذ ولا الأستاذة تاعكم عطات لكم بسط يساوي المقام، فوقاني يساوي التحتاني. مثلا أنا خديت لكم 7 على 7، 10 على 10، 5 على 5، 1 على 1. واش ندير لهنا كي يكونوا في الزوج كيف كيف؟ نحصر مباشرة بين الصفر والاثنان. دونك كذلك أبنائي ما تكسروش راسكم، ما علي إلا أن أكتب الصفر في اليسار والاثنان في اليمين. لاحظتوا شحال سهله؟ لهنا سيد ابنائي نمد لكم اسهل وابسط الطرق باش مستحيل انكم تغلطوا فيها. اذا قلنا كي يكون الفوقاني صغير على التحتاني احصر ما بين صفر والواحد، كي يكونوا متساويين احصروا ما بين الصفر والاثنان. شفتوا شحال سهله؟ تري بيان. دونك يلا بعد ما فهمنا الاولى والثانيه، يلا ننتقلوا الى القاعده رقم 3 واللي هي الاخيره. دونك مادام شفنا الفوقاني اصغر من التحتاني والفوقاني يساوي التحتاني، واش بقى لنا؟ واش راكم تلاحظوا؟ بقى لنا باللي الفوقاني اكبر من التحتاني. دونك واش نقولوا؟ اذا كان البسط اكبر من المقام. ها هو البسط اكبر من المقام، واش راكم تلاحظوا؟ لهنا 9
كبيرة على 4، ماذا أفعل؟ نجري أولا عملية القسمة ثم نحصر. دونك أبنائي واش نروح نديرو؟ واش علمتكم في الفيديو اللي فات؟ قلت لكم خط الكسر هذا ما هو إلا عبارة عن قسمة. كي تشوفوا 9 على 4 واش معناتها؟ معناتها 9 قسمة 4، الكسر ما هو إلا عملية قسمة. حسنتم. دونك واش نروح ندير أبنائي وبناتي؟ أفعل ولا نجري عملية القسمة. 9 على 4 معناتها 9 قسمة 4. يلا نشوفوا أبنائي كيفاش نديرها. ندير 9 أقسمها على 4، دونك 9 تاعي نقسمها على 4. لهنا واش نقول؟ ما هو العدد اللي كي نضربو أبنائي كي نضربو في 4 يعطيني قريب 9؟ ما هو إلا 2، لأنه 2 كي نضربها في 4 شحال تعطيني؟ تعطيني 8. وكي ندير 9 ناقص 8 الباقي هو 1. دونك ملاحظة فقط خفيفة أبنائي وبناتي، إذا حبيتوا أني ندير لكم فيديو خصوصي على عمليات القسمة وكيف أسهل لكم عمليات القسمة، ما عليكم إلا تطلبوها لي في التعليقات. دونك لاحظوا أبنائي، قلنا إذا كان البسط أكبر من المقام واش نروح ندير؟ نجري أولا عملية القسمة، ثم ندير هذه قسمة هذه، شحال خرجت لي؟ خرجت لي 2، ثم نحصر. يلا نحصرها مع بعض. يلا مع بعض أبنائي، نحب أني نحصر قدامكم. قلنا خرجت لنا لهنا 2، ندو الحاصل اللي خرج لنا. حسنتم. دونك وين نكتبوا هذا اللي خرج لنا أبنائي؟ أكتبوه من اليسار. حسنتم. نكتب لهنا شحال خرج لي؟ 2. ولهنا أبنائي زيدوا عليه غير بدرجة. 2 كي تزيدوا لها بدرجة ولا تزيدوا لها غير 1 شحال تعطيني؟ تعطيني 3. حسنتم. مثلا لو كان درت عملية إقليدية لهنا، قسمة إقليدية، وطحت لي الحاصل تاعي 15، أكتب من اليسار 15، ولهنا شحال نزيد؟ نزيد غير 1 16. إذا كتبت لهنا 20 لهنا 21، لهنا 55 لهنا 56، داكوغ، نزيد غير بواحد. هذا ما كان. دونك نعاود لكم، إذا كان البسط أكبر من المقام ماذا أفعل؟ أجري عملية القسمة، داكوغ، ندير هذه قسمة هذه، نشوف شحال تخرج لي. وأبنائي ما يهمكمش الباقية، غير ما تهتموش به. دونك نقول 9 قسمة 4، ما هو العدد الذي أضربه في 4 ويعطيني قريب 9؟ لاحظنا باللي 2 كي نضربوها في 4 عطتنا 8، 9 ناقص 8 تعطيني 1. إذا آخذ الحاصل تاعي أكتبه من جهة اليسار ونزيد له غير 1 وأكتبه من جهة اليمين. دونك 9 على 4 الكسر تاعنا سوف يكون أكبر من 2 لكن أصغر من 3. حسنتم أبنائي. لاحظوا إذا حبيتوا ولا عندكم آلة حاسبة روحوا ديروا 9 قسمة 4 راح تخرج لكم 2.25. 2.25 هي أكبر من 2 لكنها أصغر من 3. لاحظتوا أسهل شيء حبيت أني نمد لكم أبنائي وبناتي قاعدة اللي ما تزيدوش تغلطوا فيها، ومشي شرط أنكم تحفظوها أبنائي، سهلة جدا. يلا هنعودوها مع بعض. قلنا أول شيء كي يكون البسط أصغر من المقام ما نكسرش راسي، ندير منها 0 ومنها 1. تخبيا كي يكون البسط يساوي المقام كذلك ما نكسرش راسي، نحط منها 0 ومنها 2. كي نلحق للحالة يكون عندي البسط أكبر من المقام كذلك ما هي صعبة أبنائي وبناتي، ندير 9 قسمة 4 ثم ندير البسط قسمة المقام، الحاصل اللي يخرج لي أكتبه على اليسار، أما باليمين نزيد غير 1. داكوغ. لاحظتوا باللي أسهل شيء مستحيل أنه التمارين كي تقول لكم الأستاذة أحصروا لي كسر ما بين أعداد طبيعية، مستحيل نعرفكم ما تزيدوش قاعد تغلطوا فيها. دونك يلا أبنائي راني ندير لكم ونكرر ونعاود، راني ندير لكم دروس على حساب وش تشوفوا إن شاء الله في الكتاب، وكذلك وش تشوفوا في اختباراتكم وفروضكم إن شاء الله السيزيام. بعد ما شفنا كيف أحصر كسرا بين عددين طبيعيين، يلا أبنائي كذلك في الكسور رقم 2 في كتابكم راح تلاحظوا كيف أقارن كسرين. دونك راح تعطيني الأستاذة كسرين زوج كسور وتقول لي قارني بهم. دونك كيفاش نقارن؟ عارفوا غير يكتبوا لكم مقارنة، عارفوا بلي راح تستخدموا أكبر أو يساوي أو أصغر. كذلك أبنائي وبناتي عطيت لكم جد كما احنا نقولوا قاعدة جد سهلة اللي تخدموا بها ومستحيل أنكم تزيدوا تغلطوا. يلا هنشوفوا القاعدة تاعي كي تقول لي الأستاذة في التمرين تاع الفرض ولا اختبار قارن بين كسرين، وش ندير أبنائي؟ يلا هنشوفوا مع بعض. أول قاعدة تقول الكسر الذي بسطه أصغر من مقامه فهو أصغر من 1. دونك أبنائي ديروها مليح في راسكم للرقم اللي تحبوه، مثلا سيو بالرقم اللي تحبوه. إذا كان عندي البسط أصغر من المقام، نعاودوا البسط أصغر من المقام فهو أصغر من 1. دونك أبنائي واش راكم تلاحظوا هذا؟ 4 على 5 عندي بسطه أصغر من مقامه، هذه تسمى وحدة نعرفها في راسي باللي راح تكون أصغر من 1.
دونك سيوها ابنائي مستحيل، لو كان سيو اي عدد صغير تقسموه على عدد كبير مستحيل انه يلحق لكم الواحده مهما كان كبيره. لو كان ندير 1000 قسمه مثلا نقولوا 1000 قسمه 2000 ماش تخرج لنا تساوي الواحد، راح تخرج اصغر من الواحد. خلوها بزاف في راسكم لانكم تحتاجوها. نعاودوا مع بعض، الكسر الذي بسطه اصغر من مقامي تسمى الفوقاني صغير على التحتاني. كلي ابنائي راكم تقسموا حاجه صغيره على عفسه بزاف كبيره، شتو تخرج لكم اصغر من واحد، واش راح نقولوا عليه؟ فهو اصغر من واحد. خلاص دونك نحفظوها باللي كي يكون فوقاني صغير على التحتاني حيكون اصغر من الواحد. دونك ابنائي مادام هذا أصغر من الواحد، ويلا هنشوفوا لهنا كذلك عندي 6 على 7 أصغر من الواحد، تسمى لهنا وش راح ندير؟ راح نستعمل نقول إذا هذا أكبر من هذا ولا العكس، هذا أكبر من هذا، راح نشوفوا وشنو هي الإشارة. تخابين يلا أبنائي نسيو نكتبوا مع بعض، إذا نقولوا 6 على 7 راح تساوي ولا عفوا اكبر من 4 على 5، لانه لهنا ما من لهنا عندي البص اصغر من المقام عبالي، تما هذا كذلك ابنائي اصغر من الواحد. دونك لاحظوا هذا عندي بسطه اصغر من مقامي فهو اصغر من واحد، لكن كي يكون عندي هذا اصغر من واحد واصغر من واحد ابنائي نروح نشوف شكون هما الارقام الكبار. لاحظوا لهنا 6 على 7 ولهنا 4 على 5، طبعا راح تغلب 6 على 7. لاحظتوا ابنائي تخي بيان، دونك مستحيل انكم تزيدوا تغلطوا. نقولوا اذا كان الكسر اصغر من المقام فهو اصغر من واحد، لهنا الكسر عفوا البسط اصغر من المقام، لهنا بسط اصغر من المقام، فهما في الزوج اصغر من واحد. ومن بعد واش نشوفوا؟ نروح نشوف شكون عنده الارقام الكبار نعطي له الاشاره اكبر. لاحظتوا لهنا عطيت لكم وحده شويه صعيبه، في ثمانيناتكم قادرين تلقاو لهنا البسط اصغر من المقام، ولهنا لا لا العكس المقام اكبر عفوا البسط اكبر من المقام. لاحظوا ديريكت تروحوا تعطوها اللي عنده بسطه اصغر من مقامه، معناتها اللي فوقاني اصغر من تحتاني. لاحظتوا دونك تري بيان، يلا مع بعض نشوفوا القاعده اللي موراها. واش تقول القاعده الثانيه ابنائي؟ تقول الكسر الذي بسطه اكبر من مقامي. دونك ابنائي البسط تاعو لازم يكون اكبر من المقام تاعو فهو اكبر من واحد. يلا مثلا نعطيكم مثال لانه هذا هو المثال تاع هذا. يلا نشوفوا بسط، مثلا بسط 15 على 5. احسنتم، لهنا بسطه اكبر من مقامي، بسطه اكبر من مقام لانه 15 اكبر من 5. لو كان نقول لكم ابنائي نقارنوها مع 4 على 5، نعرفوا شوفوا قلنا اللي يكون البسط اكبر من مقام فهو اكبر من واحد، سيوها كيما تحبوا. دونك تفكروا كي يكون الكبير الفوقاني هو الكبير اذا اكبر من الواحد، وكي يكون الفوقاني هو صغير فهو اصغر من واحد. هكا ما نزيدوش كاع تغلطوا فيها، الكبير هو الفوقاني فهو اكبر من واحد، الكبير عفوا الفوقاني هو صغير فهو اصغر من واحد. دونك ابنائي لهنا كي تقول لكم استاذه قارنوا لي بين 15 على 5 و 4 على 5 طبعا راح تعطوها لهذا، اذا هذا 15 على 5 راح يكون اكبر من 4 على 5. لاحظتوا القاعدة سهلة وبسيطة، دونك لاحظوا باللي الفوقاني هو اللي يغلب، داكوغ؟ دائما أبنائي، نصيب البسط كبير على المقام، وشنو معناتها بسط كبير على المقام؟ فوقاني كبير على التحتاني، فهو أكبر من واحد، تخبي، إذا صبت الفوقاني تاعي أصغر من التحتاني، معناتها البسط أصغر من المقام، فهو أصغر من واحد، شكون تغلب؟ أسكو يغلب الأكبر من واحد ولا الأصغر من واحد؟ طبعا الأكبر من واحد، إذا أعطيه الإشارة الأكبر. لاحظتوا هذه بالنسبة للقاعدة الثانية، ولا لاحظتوا باللي تقريبا نفس القاعدة أبنائي، داكوغ؟ تخي بيان، يلا نروحوا للقاعدة الأخيرة ونشوفوا وش تقول مع بعض. تقول الكسر الذي له بسط يساوي المقام فهو يساوي الواحد. لهنا واش راكم تلاحظوا؟ مازال ما درت لكمش هذه، لانه هي نفس هذه الحاله. بصح راح تقولوا لي استاذه كيفاش 1 على 2 هي نفسها 6 على 12؟ دونك ابنائي راح نقول لكم فقط باللي اختزل المقام، هذا نقسمه على 6 وهذا نقسمه على 6. دونك لهنا ماحش تفهموها لانه مازال ما قريتكمش الدرس تاع الاختزال اللي راح يكون الدرس القادم ان شاء الله. دونك كذلك ما تكسروش راسكم بزاف، راح نقريه لكم ابنائي. نبسط لكم فقط شويه الموضوع. دونك كي يكون عندي نشوف باللي هذا يقبل القسمه على 6
و12 كذلك نعرفوا باللي يقبل القسمة على 6 لازم نفس الرقم داكوغ، ماشي تقولوا لي هذا أستاذ يقبل القسمة على 2 وهذا يقبل القسمة على 6، لا حذاري لازم نفس الرقم اللي يقسموا عليه. دونك أبنائي 6 كنقسمها على 6 شحال تعطيني؟ 6 قسمة 6 هي 1، حسنتم. وكنقسم 12 على 6 هي 2 داكوغ. واش راكم تلاحظوا؟ طاح لي نفس الكسر. مادام نفس الكسر أبنائي واش حنقول؟ فانه يساوي. دونك معليش مامي اذا ما فهمتوش ابنائي وبناتي ماشي عيب، لانه اول مره تقراو اختزال الكسور. لكي اختزل اعبكم واش معناتها اختزل الكسر؟ معناتها نسي نكتبو على اصغر شكل ممكن. دونك لهنا كان عندي 6 على 12 ندير نقول يا 6 تقبل القسمه على 6 و12 كذلك تقبل القسمه على 6. اقسم الاولى على 6 تمد لي 1، اقسم الثانية على 6 تمد لي 2، اذا اكتشف باللي 1 على 2 ولا هنا عندي 1 على 2، اذا يتساوى. اكتب اشارة يساوي. قلت لكم مام اللي ما فهمهاش دوكا ما يكسش راسو، لانه عليها قوة درس تاع اختزال الكسور داكوغ. دونك يلا ابنائي وبناتي نعاود لكم خفيف ظريف تاع مقارنة كسرين. قلنا اذا كان الفوقاني صغير على التحتاني فهو اصغر من 1، والعكس صحيح، اذا كان الفوقاني أكبر من التحتاني فإنه أكبر من 1. وشكون يغلب؟ أسكو يغلب أكبر من 1 ولا أصغر من 1؟ طبعا يغلب الأكبر من 1، إذا أعطيه إشارة أكبر داكوغ، ولا الإشارة الأصغر أعطيها للصغير داكوغ. وبالنسبة اللي يتساووا عندنا اختزال الكسور أبنائي اللي قلت لكم راح يكون عليها درس جد مفصل، نوري لكم أسهل طريقة لاختزال الكسور داكوغ أبنائي. هذه بالنسبة للدرس تاعنا تاع نهار اليوم اللي كان الكسور رقم 2، شفنا فيها أبنائي كيف أحصر كسر بين أعداد طبيعية اللي عندكم عدة تمارين عليها في الكتاب، وكذلك كيف أقارن الكسور تاعي بأكبر أو أصغر أو يساوي. لاحظتوا باللي عطيت لكم في الزوج عطيت لكم قوام. نكون كملنا درس الكسور رقم 2، ما علينا إلا الحصة المقبلة إن شاء الله ولا الدرس المقبل راح نقعدوا ندربوا على التمارين، نديروا بزاف تمارين باش إن شاء الله كيتحوا لكم في الفروض ولا الاختبارات ولا التقويمات تجيبوهم 100% صحيحة. وأبنائي كذلك ما زالتنا الكسور العشرية راح نقراوها مع بعض كما نقولكم كالعادة أبنائي، تركيز وربي ينجحكم إن شاء الله.